وطفي التليفون. تسعوري بركم. والله يا خلاص سافا مش بونجور دكتور. بونجور. منورة اليوم. ميرسي. أهلين حكيمة. أهلا. مبروك دكتورة. الله يوفقك. شو هالمسخرة هيدي؟ كيف بينكتب هيك شيء؟ ليه ما خبرتني من الصبح ياسر؟ شو بدي خبرك دكتور؟ فكرت معك خبر من الصبح. ما معي خبر شيء، شو أنا معي وقت أقرأ جرايد؟ شو هالصحافة هيدي؟ ما في الواحد يتصرف على طبيعته، ما في الواحد يحكي كلمة. عملوا منا خبرية، جوزوني للزلمة وأنا ما بعرفه. ما كنت عارف الخبر رح يزعجك كل هالقد، بعدين بالنهاية الصحافة طول عمرهم هيك. طيب، أوكي خلص، ميرسي ياسر، مين ما بيحكي بالمستشفى بتسكته، ماني طايقة أسمع شيء. حاضر دكتور، بس أنت طولي بالك. أوكي. سكر الباب وراك عمل معروف. ايه يا اسعد بونجور. اكيد قريت الجرايد. ايه شو هيدا المكتوب؟ كيف تطلع اول شيء صور من عندكم بدون ما تعرفوا؟ دكتوره هيدا الشيء صار بلا ما نعرف. ايه وانا شو مفروض اعمل هلا؟ مفروض انتم تطلعوا تكذبوا الخبر. طولي بالك. بالاخر هيدا حكي جرايد. ما بدها هالقد. ما تقلي ما بدها هالقد اسعد، في سمعتي بالدق. شو رايك نلتقى؟ لانه هيدا الحكي ما بيصير على التليفون، ومن هلا لوقتها ما بدنا اياكي تحكي اي شيء بخصوص هيدا الموضوع. القصه حساسه وبتخص عائله الغانم. انا هلا بدي اشوفك اسعد. ايه هلا وين بدك نلتقى؟ بونجور. هاي اسعد. تفضل. منين طلعت لنا هيدي القصة هلا؟ معقول؟ شو بتاخدي أول؟ أي شيء بروق الأعصاب. منين قهوة بليز؟ تأخرت علي دكتورة، صار لي وقت ناطرك. تأخرت لأنه كان في صحفيين مجمعين عندي بالمستشفى هجموا علي، ما عرفت كيف هربت منهم، أنا ما أنا معودة هيك أسعد. بعرف إنك معصبة من اللي صار، بس نحنا ما إلنا ذنب فيه أبداً. أنت بتعرف البلد، بتعرف شغل الإعلام بالبلد، بدهم خبرية من السما لحد طيطنطنوا الدنيا فيها. طيب أوكي، بس أنا ما عم بفهم ليه بعدكم ساكتين، ليه ما طلعتوا تصريح يكذب الخبر؟ دكتورة بيان، أنت بتعرفي قديش معستك كبيرة عند الغانم. إذا نحنا منكذب الخبرية هلأ كأنه عم ننشرها من أول وجديد، اللي ما عرف عنها رح يعرف فيها.